سبحان الله، صدفة لذيذة. أنا سهام فعلا. بعد إذن حضرتك اتفضل. عجلة قدام الصدفة. قال بيقول لي صدفة. من فضل حضرتك، عايزه الكتاب ده. تحت امر حضرتك. على فكره الجزء الثاني من الكتاب نزل. والله هاخد الجزء الثاني كمان. هات الجزء الثاني من الطب النفسي يا اشرف. حاضر يا استاذ. اتفضل يا استاذ. لا يا فندم، منتظرها انا. يا استاذ اتفضل، مفيش وقت. اوكي بيه، اتفضل. حكايات جنسية بكام يا أشرف؟ إيه؟ حكايات جنسية بكام؟ بيقول لك حكايات جنسية بكام يا أشرف؟ أستغفر الله العظيم يا أب، أستغفر الله العظيم يا أب. يا بيه، ما طول عمره بعشرة جنيه، إيه لازمته الصياح ده؟ بقول لك إيه؟ طول وروش لحد ما أجيب نسكافيه. عيني. واحد نسكافيه لو سمحت. في يا جماعه قطط في المحطه على فكره. بتولد دي ولا ايه؟ صباح الليل يا فندم. مزيحة كلينكس. لا حضرتك كلينكس في الممر التاني مش انا. مديحة كلينكس. ليالي حمراء، فردي ومجموعات. لا هو لا فردي ولا مجموعات، انا مش للدرجة دي. تيجي تحرش ولا فعل فضح في السيارات، انا معاك في اي خطة. انتي فاجئتيني بسفلتك، اقصد بصراحتك. معقولة تطلع اللي في دماغي؟ هو ايه اللي في دماغ حضرتك؟ كرباجي معايا وغرقان زيت. يا باشا بتجري كده ليه؟ انا حاسس ان الحلو بتعمل فخر جوه. طب يا باشا خد دي. راجع معاي. انا واحد بيحبك. ارجوك تقولي مين معايا. صوتك ده بيفكرني باحلى قصيده كتبتها في حياتي. اقولها لك؟ صوت صمتي بيقول لي اقولها. اسمع يا ستي. طليت تحت صدري لقيتك بردانه من حسي، ولما التقاك الشوق غطاك بدموعي، يعني دفيانه دفيانة. اسمع يا استاذ عبد المنعم، فلوس تاني ما اقدرش اديك. هات اللي عليك الاول. وحيد؟ هو لسه استاذ عبد المنعم ما جابش الفلوس اللي عليها يا بابا. سيبك منه، افرح يا وحيد، ارقص يا وحيد، غني يا وحيد. يا خير يا بابا، لقيت لك الشغلانه اللي نفسك فيها يا بجد يا بابا. شركه تامين عالميه فتحت فرع ليها هنا في مصر. عالميه؟
دول يا بابا هيقبلونا؟ ده هيقبلوك غصب عنهم. عارف ليه؟ ليه يا بابا؟ صاحب الشركة كان زميلي في المدرسة. زميلك زميلك؟ تختة واحدة. تعالى. بتعمل ايه يا بابا؟ يا رب بابا الراحة ان شاء الله حقيقية بس ايه هي؟ اهي. شوف. ايه ده يا بابا؟ مين فيكم انت؟ انا ده. وده شوكت مدير الشركة. شفت مايوهات زمان؟ ايه المايوهات ده بابا؟ بتاعتكوا دي ولا مأجرينها؟ مأجرينها ايه؟ دي مايوهات زمان كنا ساعات نخرج بيها في الشارع. بس ده صغير قوي يا بابا. ما زمانه كبر يا ابني. ده لو شاف الصورة احتمال ما يفتكرش نفسه اساسا. انت بس تقول له انا جاي من طرف فريق فتح الباب. لو ما افتكرش قول له بقمار الساندوتش المفتق اللي كنت بتسرقه من شنطته. يا رب يا بابا يا رب. ما هترد يا بابا. هترد يمكن استاذ عبد المنعم جاب الفلوس اللي عليه. عبد المنعم مين؟ عبد المنعم بابا في الصالة. ايوه استاذ عبد المنعم الفلوس اللي عليك. اسكت مش هاجر. خلاص هرد انا. الو. الو. ما ترد يا بجم يا حقير. لا لا يا واطي. لا لا يا سافل. لا 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 عيب. الله اقفل السكه انا ما اشربش يا بابا دي حرق دم. عيب قلت. الو بابا. كارت ايه يا حيوان؟ انا مش بتاكل انت وسايط عن بكر. اطلع بره بره. اي بني ادم معاه جواب ولا كارت يبلعه. هو بعد اذن حضرتك الحمام فين؟ اتفضل من هنا. شكرا. اللي جايب لي كارت او واسطه يتفضل يمشي. دي مش شركه تامينات عائليه. حضرتك مقدم في نفس الوظيفة؟ آه. زي المدير ده صوت عالي قوي. تحس إن حيوان بيزعق. تحس كده إنه حاطط حلة جوه صدره، حاجة زبالة. والغبي ما يعرفش إن أنا هقبل في الوظيفة، يعني هقبل. أصل هو بابا كانوا زملاء في المدرسة مع بعض. ياما ياما سرق من بابا سندوتشات المفتقة. شكلك مش مصدقني صح؟ أنا هثبت لك. بص حضرتك، دي أيام ما كانوا بيصيفوا مع بعض زمان. مش عايز أقول لك المدير هيتفاجئ قد إيه لما يشوف الصورة. Good luck. جاتك
جميلة أنت وأبوك. يا طيب يا حضرتك بتعمليه بقسوة؟ أبدا والله. طيب يا طيا كان ليه علاقة بالجنس الآخر وحضرتك يعني حيمتيه منها؟ عمري ده أنا بتمنى إنه يعرف واحدة بس هو اللي مش عايز. طب في البيت يا طيا بينام في الضلمة لوحده؟ هو ليه الأوضة بتاعته بس أحيانا بينام معانا. اطمني خالص إن شاء الله هيكون بخير. متشكرة قوي. الحياة حلوة عايزاك تكون أقوى من كده. وبعدين بقى ما عندناش راجل يعني. صباح الخير. صباح الخير. الدكتورة موجودة؟ شوفوا لكم حل في الريحة الوحشة دي. صباح الخير يا حبيبة ماما. صباح النور يا حبيبتي. ايه ده زبون؟ عنده اكتئاب. ومين ما عندوش؟ حضرتك هكتب له شوية مضادات اكتئاب وشوية فيتامينات ان شاء الله ياخدهم هيبقى كويس قوي. متشكرة قوي يا دكتور. اتفضل. شكرا. اتفضلي حضرتك وانت ماجي هجيب لك البوبي بايا. شكرا. ياه